قذيفه من المعصر باتجاه الشرق. هيك هيك ليك هيك طبت. لا هذه غيرها. لا بشي خالص هيك طبت. معارك شرسة يقوم بها أبطال الجيش الحر في معركة عاصفة جبل الزاوية. في نص الحاجز شفت النقطة البيضة هيك سوداء بيضة. أبطال الجيش الحر يدكون حاجز القياسات بقذائف الدبابات والهاون. الحرش من فوق شفتها؟ هودي هون عم يضربوا لهم حاطين دبابات فوق ولا حاطين دايشي؟ والله في دبابات بس وين الدبابات؟ ليك طبت ليك هون حاجز الكهرباء ما هيك؟ لا لا هاي هون ما في شيء هون ارض قاحل بس هون كان عم يضربوا من شوي كان هون بيطلع نار. قصف عنيف يتعرض له ابطال الجيش الحر من قبل حاجز المعصرة في ناحية محنبل. معركة عاصفة جبل الزاوية. الله اكبر الله اكبر. احمد لابس لي احمر مبين من الدنيا صلى على النبي هيك ببين من المسافه البعيده. الحمد لله صار ماشي حال العمليه. شو فهمنا منو شو هاشي احمد شو فيه؟ سيطروا على الاستراد. وين؟ على القياسات. يعني كله ضغط هنيك. يا ابو سلام ابو سلام يا ابو سلام. يا ابو سلام ما في حدا على المعصرة يعني؟ يلا قولوا الله بسرعة شوية شباب هلا تعال. اش اش يا احمد لان العالم صار هلكت ترى هاب المعصره كله 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 مع واحد من
احمد شو خلك نزلوا على المعصرة؟ نزلوا على المعصرة؟ بس قليل ساعة بلشت بس 99% مش الحال ان شاء الله.